بعد المسيرة التي عرفتها بعض ولايات الوطن أمس الجمعة للتنديد بسياسة الدولة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين عبر مختلف ربوع الوطن والتي أسفرت على عدة اعتقالات، إن كان البعض يرى أن خروج الشعب الجزائري في هذا الوقت ليس بالمناسب نظرا للحالة الصحية التي تعرفها البلاد من جائحة كورونا التي تستوجب التريث قبل إعادة بعث الحراك من جديد، يرى الطرف الآخر أن الحراك لابد أن يعود حتى تتوقف السلطة في سياستها التعسفية وتطلق سراح المعتقلين. خاصية الجمعة أنها عرفت اعتقالا من نوع فريد يعتبر غريبا حقا، كون أن المعتقل لا يفقه في السياسة شيئا ولا يدرك حتى مفاهيمها ولا منطقها. إن كانت البطاقة الصفراء قد منحت للشعب نظرا لخروجه في هذا الوقت الغير المناسب حسب البعض، فإن البطاقة الحمراء وجب توجيهها لبعض عناصر الأمن ببلدية الحجار بعنابة الذين قاموا بزج طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات و4 أشهر رفقة بعض المعتقلين. حدث شنيع جدا، خاصة أنه يتعلق بطفلة في هذا السن الذي سيؤثر على حالتها البسيكولوجية. البعض صرح إزاء هذا الفعل أنه غير منطقي وكابوس يصعب تقبله في جزائر لطالما هتفوا أنها ستكون جديدة. حقا إن الجديد يحمل عدة تأويلات. للتأكد من حيثيات الحادثة ومعرفة التفاصيل، اتصل بعض الصحفيين بعائلة الطفلة والوالدة السيدة سيدرا القاطنة ببلدية الحجار بعنبة. السيدة سيدرا روت بعض تفاصيل الزج داخل شاحنة الأمن، فبعد المسيرات التي بدأت تمام الساعات 2 زوالا وبعد مدة من الزمن حدثت بعض الاشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين. في هذه الحالة وجدت الوالدة الطفلة نفسها رفقة 15 شخصا آخر داخل شاحنة الأمن على الرغم من أنهم نادوا بالسلمية. استدرجوا بعد ذلك إلى وحدة الأمن التابعة للمقاطعة 9 للاستجوابة. الوالدة أكدت أن عناصر الأمن كانوا لطيفين مع ابنتهم، إلا أن ردة فعل شرطية في وحدة الأمن أثناء الاستجواب كانت عنيفة ما أثر الرعب في نفس الطفلة الصغيرة. بعد الاستجواب أطلق سراح السيدة سيدرا وخالتها على الساعة 7، أما الباقون استجوبوا لنصف ساعة أخرى. لب الموضوع يتعلق بالطفلة صاحبة 4 سنوات، فهل يعقل أن تعتقل وتزج في الشاحنة رفقة المعتقلين آخرين وتكون شاهدة على هذا الفعل؟ على من تقع المسؤولية ومن يتحمل هذا اللوم؟ هل هي الوالدة التي اصطحبتها معها أم العناصر الأمن الذين لم يفرقوا بين الصغير والكبير؟ من ناحية أخرى وفي شق القانون، شرح رئيس مكتب عنابة لرابطة الجزائر لحقوق الإنسان هذه القضية، حيث أكد أن المعاهدة الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها الجزائر في 19 من شهر ديسمبر عام 1992 والتي تنص على أن الدولة تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان حماية الطفل ضد جميع أشكال التمييز أو العقوبة بدافع الوضع القانوني أو الأنشطة أو الآراء المعلنة أو الإدانات الصادرة عن والديه أو ممثليه أو أعضاء عائلته. طفلة صغيرة لا تتجاوز 5 سنوات وبالضبط 4 سنوات و4 أشهر شاهدة على مثل هذه الاعتقالات. من الخبر ولكم التعليق.